السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت باش ندير معكم واحد المسمنات معمرين. هاد لا فيديو بغيت نسميه لا للضياع. البارح درت واحد شوية ديال لوغي، هذاك الروز اللي صايبت درت ليه واحد لاصوص باش سقيتو، وبقات لي هذيك لاصوص عندي، وباش زعما حرام نرميها ولا شي حاجة قلت نخليها. اليوم قلت نصايب واحد المسمنات ونعمرهم بهذيك لاصوص. فوالا ديك لاصوص زدت فيها، راه دابا تشوفوها، دابا نوريها لكم شي شويه. وزدت فيها اون بليس واحد جوج ديال البصيلات حيت ما كانتش كافيه، زدت فيها شويه البصله والمطيشه. فوالا اشنو غادي نديرو، غادي ندير واحد جوج زلايف ديال الدقيق ديال لافارين، وغادي نديرو معاها شويه غير جهد ثلاثه المعالق ولا ثلاثه المعالق كبار ديال دقيق هذاك الحرش الفينو، واحد المعلقه ديال السكر ها هي هي بهذا الشكل، ونديرو واحد جوج معالق ديال الخميره ديال الحلوه بهذا الشكل. هانتوما الا ما عندكمش هاد الخميره ديال الحلوه ما ديروهاش، ديروا الخميره العاديه، ولكن ما ديروش بزاف، ما ديروش بزاف باش ما تخمرش. اللي عنده عي هاد الخميره هادي يدير نص معلقه صغيره باش ما تجيش خامره هذيك العجينه. وغادي نديرو مليحه ونتلاقاو دابا كيفاش غادي نعجنوها. ها هما نخلطو داكشي دابور هو الاول بهذا الشكل، ودابا نبداو نديرو الماء. بسم الله على بركه الله الماء باش نبداو نعجنو، غير نخلطو غير شويه وابخي نبداو نعجنو بيدينا كما دابيتود. ملي نعجنو هاد العجينه، ملي نعجنوها راه بلا ما ندلكوها بلا والو، تعجن غير شويه غير تتجمع لينا وكلشي، ونديروها في دون ان ساك دو كونجيلاسيون ونخليوها تبقى ترتاح لينا واحد اش غنقول لكم، واحد اون دميور ولا واحد 20 مينوت بحال هكاك، ونبداو نقرصو ونبداو نخدمو المسمنات ديالنا بهذا الشكل. نجمعوها دابا، دابا نبداو نعجنوها بيدينا. باش ما تخليوهاش تكون قاصحه باش تجي لينه ودغيا تجمعوها. ها هي هي انتم غير نجمعوها هنايا في هاد لاباسين، ابري غنشدوها نحطوها في بلون دو طراي ونبداو نعجنو. دابا على خاطرنا نبداو نعجنو بهاد الشكل، هي نبداو نجمعوها. المهم حنا غادي نجمعوها ونديروها دون زان بتي ساك اون بلاستيك، ونتلاقاو توتالوغ ان شاء الله. ها هي بعد ما جمعنا هذيك العجينه بهذا الشكل بلا ما تحتاجش ندلكوها لا والو، غنتجمع فوالا بهذا الشكل، كنزيدو فيها لا ما لا والو، كنجمعوها ها هي بهذا الشكل، ونجيب واحد ساك دي كونجيلاسيون حلو باش نديروها نخليوها ترتاح فيه. فوالا ندهنوها بشويه ديال الزيت بهذا الشكل، نديروها في داك الصاك ونخليوها ترتاح. ملي ترتاح وكلشي نتلاقاو معاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نخرجوها ونصيبو هاد السيمانات ديالنا بهذا الشكل ونخليوها. فوالا ها هي بعد ما تلقات لينا شويه خليناها حتى ترخفات، ها هي ترخفات هذيك العجينه ديال المسمن معمر اللي غادي نديرو بها هذوك المسمنات معمرين. ها همايا وكنبداو نقرصوهم بهذا الشكل، كنديرو كريسات صغار بهذا الشكل ها همايا، وكنحطو في هذاك البلاطو. ودابا غنوريكم هذيك الحشوه اللي غادي نعمروه بها، حنا كنقولو في المغرب مسمن معمر، فوالا مسمنات معمرين. هنا هانتوما بهذا الشكل نشدهم ندوروهم هكا
وكنعمروا بها، كنديرهم في هذاك البلاطو، كنساليو كله هذيك العجينه فوالا. وها هي هذيك الحشوه. هذه الحشوه شنو فيها؟ درت البارح واحد الروز، وشنو سقيتو، درت ليه واحد الخلطه بس سقيتو، درت فيها الفلفله الحلوه، ودرت البصله، ودرت حتى الدنجال ليزوبيرجين درتهم. وملي شط ليا هذيك لاصوص بزاف، قلت بلا ما نرميها، زدت عليها شويه البصله وشويه ديال لي طوماط، ديجا كانت فيها الطوماط، زدت شويه وزدت عليها الحار، وقلت ندير بها اليوم هاد المسمنات معمرين، كيجيو رائعين. هانتوما فوالا، ها هي بعد ما خلينا هذيك العجينه قرصناها وخليناها طلقات شويه، ودابا غادي نبداو نخدموها بهذا الشكل. دهنوا بلون دو طرافاي فوالا، شويه ديال الزيت. هذه ما كنديروا فيها لا زبده لا والو، لا زبده لا دقيق لا والو، غير الزيت بوحدو. نشوفوا الحشوه ديالنا، هي بهذا الشكل، هي نحطوا هذيك الحشوه البلاد، راه كلشي كيعرف يدير مسمن معمر سيرتو في رمضان، غيديرو العشا خفيف بهذا الشكل. كنرجعو هادي والجهة الأخرى، كنديرو بحال هاد الشكل هكا باش متخرجش لينا هاديك الحشوة برا، هانتوما، وكنرجعوها من الفوق بهذا الشكل. نديرو معاكم واحدة أخرى، هاي ملي كنخليو ديك العجينة تطلق، عرفتي غير كتحطي عليها يدك وكتمشي ليه بهاد الشكل، لي زوينة. نرجعو هادي هنا وهادي في الجهة الأخرى باش مطلعش لي هاديك الحشوة، هاديك العمارة بهذا الشكل. هانتوما نبقاو تنكملو هادو كلهم ونتلاقاو في الطياب إن شاء الله. ندهنو هاديك بلون دو طرافاي بواحد شوية ديال الزيت، نحطو هاديك المسمنة ديالنا المعمرة بهذا الشكل، هي نقرصوها، منقرصوهاش بزاف، منقرصوهاش بزاف باش متخرجش لينا هاديك الحشوة في الجناب. ودابا نديرو في المقلاة شوية ديال الزيت، ونحطو هاديك المسمنة ديالنا بهاد الشكل باش متطبق معاها كاملة، نكملوها بلاطة المقلاة. دابا ندير واحد شوية الزيت من الفوق ونقلبو هاديك بهذا الشكل، نقلبو حتى الفوق، ندورو على هاد الشكل. دابا تقلبات، صفطو هاد الجناب ديالها، نبرطو عليهم واحد شوية غير باش يجيو مقلبين، كيجي رائع. إلا صفطيبوها غادي نمشي هاكا، هانتوما ها هي طابت، ودابا نحيدوها ونزيد نصايب معاكم وحدة أخرى باش نشوفوها. نحيدو هادي فوالا، هاهما هي، نجيبو وحدة أخرى
نقرصوها بهذا الشكل. الا شلنا هذيك الحشوه كتخرج نقدروا نديروا ليها هكا باش ما تخرجش لينا من الجناب. ونديروا شويه الزيت دابا في المقله، نديروا الزيت في المقله بهذا الشكل ونحطوا السمنه ديالنا. كيف ما تقدرصوش فيها نقدروا نكملوها في المقله بهذا الشكل. هلا نزيدو شوية الزيت بهذا الشكل هكا ونقلبوها. هلا بهذا الشكل نحسو بعدا الطيب نعاود نقلبوها على وجه آخر. دابا نشوفوها ها هي طابت دابا غنشيل بها ونديرو وحده اخرى ونبقاوها الطريقه تنكملو كاع المسمنات ديالنا. وهذا هو التقديم النهائي ديال هادوك المسمنات معمرين او كما كيسميهم في الجزائر المحاجب. ها هما هي شفتو كيفاش دايرين، كيجيو رائعين. شوفوا كيفاش دايرين، نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوها. شوفوا كيفاش كيجيو، هانتوما كيجيو رائعين. تقدروا نديروهم للعشاء للغدا، عشاء خفيف بحال هكا مع بريريت ديال اتاي ونتعشاو بهم. اللي عجبكم هاد المسمنات معمرين ما تنساونيش ملي لايك، واللي ما مشتركش معايا في القناه ديالي اشترك، وما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. مع السلامه والى فيديو قادم بحول الله.